اقتربنا جدا من النهايه، هذه يعني اخر محاضره فعليا، يعني اخر ماده نعطيها ان شاء الله الاسبوع القادم، وباذنكم فيرتشوال فيرتشوال ان شاء الله نشوف الاسبوع هذا، يعني الاسبوع هذا بننهي الماده الفيرتشوال، بشوفكم اللي حكينا راح نسوي يعني لعبه ان شاء الله شيء احل الواجب الماضي، اللي عندي سؤال عن البرجكت رفعت لي البرجكت اللي شفتوه ما صعد على الليت ليست، موضوع يعني ما هو صعب ابدا، يعني اللي فاهم الموضوع بيجاوب اوكي؟ بروجكت قصير اعطيته 10 ايام عليه، تسليم يوم 3/5 تسليم 10/5 الاربعاء بعد اسبوع ان شاء الله، 10 ايام من الان فوقت كافي جدا ان شاء الله، فيها اليوم ديدلاين كان وعدنا كثير من الطلاب سلموا، كثير من الطلاب سلموا لكن اكيد مش الكل، فاتمنى اللي ما سلم يسلم لانه هاي خمس علامات يعني ما لعب انتم مقدمين على الامتحان الفاينل. لاحظ الاحد القادم ان شاء الله بكون موجود في الساعه هذه، ما في عندي اي ماده، اللي يحب يجي يسال يستفسر على اي موضوع من يوم واحد الى الان، اوكي تعتبر مراجعه يعني، فكون موجود انا فخلي اوبن سيشن، اللي عنده سؤال يجي حيا الله، اللي يسال اي سؤال على اي موضوع اخذناه في مرة سواء قبل المد او بعد المد سابق. في عندي ايضا في احد الطلاب اليوم من احد الافرع بعث لي لينك على اليوتيوب لريفيجن سويته السنه الماضيه تاع الفاينل يعرفون ريفيجن المفروض، فبس ما شيكت اليوم بعث لي اياه، بس اشيك اللينك هذا اذا شفته مناسب واللي هو راح يكون مناسب ان شاء الله. بس يمكن حكيت له راح يكون فيها تعديل يعني شغلات بسيطه، مثلا يعني يمكن كود دخلت السنه الماضيه للطلاب انت ما دخلت او بالعكس. واضح؟ فيعني نفس بس نفس المثير يعني نفس الشغل اللي شرحته اكيد في ريفيجن، ما اذكر ايش اللي كان ريفيجن بس اكيد نفس الشكل اللي شرحته نفسه ينطبق على اللي يعني اللي يحتاج نفهمه في موضوعنا. اوكي؟ لكن اذا في تغييرات امور مهمه ممكن هنا ركز عليها هناك ما ركزت او بالعكس يعني ايضا نفس اللي سويت في الميد تيرم بعد لك واعطيك بعض الكومنتس احكي لك دير بالك انه 1 2 3. اوكي؟ اتفقنا؟ في الامور ان شاء الله تمام، في الاسبوع القادم فيس تو فيس يكون موجود اللي عنده اي سؤال، وايضا الاسبوع القادم الفيرجوال ايضا يكون موجود اللي عنده اي سؤال. في اللينك ريفيجن بعطيك اياه الاسبوع هذا ان شاء الله يعني خلص باذن الله يومين ثلاثه، فمعناته انت كذا امورك ما شاء الله عنده يعني اعطيك اللينك قبل الريفيجن يعني اسابيع قبل الامتحان، نحن امتحاننا نزل شفت الجدول على الموقع، امتحاننا حتى يعني مش من الاوائل. في النص. يعني ايه لسه وقت ها؟ يمكن يعني مثلا اسبوع الامتحان ماشي وصلت امتحانات يعني اول اسبوع ترى اسبوع قادم ريفيجن اسبوع قادم ريفيجن اللي بعده تبدا امتحان ستاتستيك ما تاخذ وقت يعني حتى اول ايام من الامتحانات هي مش مشمولين انتم فيها اظن ها؟ اسلام اللي هي متى؟ ها اثنين اوكي وهي سهله يعني سهله ان شاء الله اول اسبوع انت اصلا ما عندك الزخم من الامتحانات تبدا امتحانات بالزخم الاسبوع اللي بعده فانتم يعني حقيقه اللي حتى فات شيء وما فهم شيء صراحه عنده من الان وقت جوهري من الان سلام تفضل عنده من الان وقت صراحه يعني ثمين لا يضيع وقت كافي ما احكي لك انه انت مخوزق وبعد في الامتحانات لا عندك وقت حتى لو مش فاهم الموضوع الان تشانس عندك وقت ها وانا موجود انا ما عندي ريفيجن صح حكيت لك انه الاسبوع القادم موجود في عندي شيء لكن هذا ما يعني انه اذا شغل مش مهم بعد ايام بشوف مش انه انت مخير في الاوقات هذه لا انا موجود في الاوقات هذه للجميع لكن اذا انت شخصيا عندك شغله وتحب انه والله تتصل عليه شخصيا انت في ايميل او شيء انا ايضا موجود مش انا احكي لك انه يعني لا خلاص اوكي انا حكيت موجود معك ايش ما تبغى مني فهم الماده موجود الى قبل امتحان بربع ساعه قبل امتحان ربع ساعه خلاص بقطع على بالي انه لازم انزل على القاعات وهذا من الان اقدم ربع ساعه الامتحان انا جاهز يعني اي سؤال استفسار عن شيء تمام اتفقنا ممتاز جدا موضوع جدا مهم اللي هو من الباينري من الاسبوع الماضي تكلمنا عن الباينري سيشن واخذنا مثال عليه اعتقد في الفيرتشوال تمام اخذنا مثال على الفيرتشوال وشفت الامور سهله وهذا يعني شوف هذول في وايد شرحناهم تمام شرحناهم في لفت وفيها روت وفيها شرحناهم تمام صح احنا شرحناهم يعني متعقد ليش شرحت الاسبوع الماضي؟ لان هي متعقد بالباينري سيرش ها واخذنا مثال عليهم ويعني الامور سهله يعني هو سهل المثال وهذا لازم ما تسال عنه بشكل او باخر مثل ما حكيت لك في بعض الامور لازم تلاقي يعني القلة والعنوان لازم يكون موجود اسمه يعني هذول الثلاثة أو واحد منهم أو ثلاثة أو اثنين
يميزهم. يعني هذا الموضوع لازم يكون موجود على ورقة الامتحان، لازم تلاقيه هنا هناك مطلب تشويس حل إلا ما يكون موجود. واحد ما يقول الشغلات يعني وخلاطات الموضوع يعني ها؟ فعلامات سهلة بس تكون فاهمة حتى تجيك علامات سهلة. حكينا احنا اخذنا المرة اخذنا الاسبوع الماضي انه طيب انا عندي أبري كيف استخرج من التري، وجدنا كيف استخرج من التري، وحكينا دائما في بالنا التري قانون واحد الليفت ها اصغر من النود البيرت او الروت او الروت او الكارت واليمين اكبر انتهى. وهذا تطبقه على كل الشجرة من فوق البيروت الى اخر شيء. هذا القانون دائما اذا فاذا اعطيت الري وطلب منك انك ترسم الشجره الها خلي هذا مصب عينك دائما ليفت اصغر من الروت رايت اكبر من الروت انتهى. طيب الان ممكن تاخذ العكس تضغط 3 ماينر 3 ويحكي لك طيب استخرج لي الري لكن الري ما استخرج كذا يعني زي ما انت تحب لا على قوانين متبع الالجوريثم الموجوده في الجافا انه في اتباع احد ثلاثة الالجوريثمز الاري راح تطبع بالشكل اللي انت تحتاجه في شغلك مثلا. فعند ثلاثة انواع عندك بري اوردر ترافيرسل حقيقة ترافيرسل هو ترافيرسل يعني زي ما تحكي زي سير ترافيرس يعني تخترق السيارة يعني شو اسمها عندنا تخترق او يعني او نفس الشيء لانك انك عاد تخترق الباينري وتجيب منها الاري تاعك في ثلاثة انواع بري اوردر وين اوردر بوست اوردر. نعم طيب فخلينا نشوف فحكينا البري اوردر دائما خلينا نصب عينين انك يفيزيت الروت اول ما تبدا فيه عندك روت بتطالع من الروت وتبدا من المين روت بعدين تتفرع اوكي تبدا من المين روت بعد كده فيزيت اللفت بعد كده الرايت. وحكيت لك دائما اني اشوف عندك فتح كده ها اوكي وكده حكيت لك دائما طيب فاذا هالحاله عندي بري اوردر راح اول شيء شوف ايش اللي موجود هنا بطلع وخليه في الري بعد كده حكى لك اللفت طيب ايش اللي هذا كله لفت بعد ما حددت كل اللفت الان تجي تدخل بالتفصيل تحكي طيب سلام الان تدخل بالتفصيل تحكي طيب وين رحت هذا اللفت ترجع قانون نفسه من جديد الاول وين ربط هذا الليفت؟ هذا الروت، وين الليفت؟ وهذا كله ليفت، وهذا شوف سهلة مستخدمة بخطوات. طيب عندنا الاوردر، الاوردر حكينا العفو الان اوردر حكينا انه دائما يعني المفروض يطبع الري، الري بتسلسل ما بتسلسل. فعندنا الليفت اول شيء يشوف لك ايش ما في الليفت، فطبعا اكيد راح نبدا من اقصى الليفت. بعد كده الروت، بعد كده اليمين لا تنتهي باقصى اليمين. فحكينا هي الان اوردر تسلسليه مثل ما شفنا في الفيديو القادم، والفيديو القادم اعتقد كان مثال مهم ومثال مسجل كانت المحاضره. فرجعوا له مسجل كانت المحاضره. طيب. والسلام عليكم. فعندك في النهايه يطبع عندك الاوريه بتسلسل. السلام عليكم. طيب. اخر شيء كان عندك بوست اوردر، والبوست اوردر حكينا طيب فز اللفت اول شيء، بعد كذا رايت بعد كذا الميدل روت ما كيف هتبدا ليفت؟ ليفت بعد الزبير روت. طبعا هو على انت شوف هذا البنش مارك تاعك البنش مارك يعني نفس حجر الاساس فمن تجي هنا هو المضر هو الام البير من تجي هنا يحكي لك ليفت ما عرفت ليفت الليفت كمان في روت حقيقي طيب ممتاز جدا ناخذ الان الليفت هذا كله ناخذ اول شيء شوف الليفت هذا كله ليفت عقود عم وصل محمد ها هذا كله الليفت بعد كده بس حددت وين الليفت تدخل ايضا في التفصيل فتجي تعتبر هذا الروت الليفت فتدخل الليفت حقه الليفت هذا هذا ايضا روت لهذا فتجي على هذا الليفت وصحت؟ وانا حكيت لك هذا الليفت هو جزء من هذا الليفت وهذا الليفت جزء من التري كامل دائما قسمها تفصيل تقسيم الى تصل الى اخر شيء ولا حكي لي ممكن اي شيء وشفت بعد السلام عليكم اعطيتك هو اكسرسايز تمام؟ اعطيتك اكسرسايز في نهايه الفيرجوال الماضي اعطيتك اكسرسايز شامل يعني هو يعني طويل ما ممكن جزء في الامتحان بس هو طويل صراحه اعطيت يمكن تذكروا اعطيتك الري وحكيت طلع لي باينري سيرش 3 وبس طلعت الباينري سيرش 3 الان استخرج لي اريز جديده باستخدام الثلاث انواع اوكي فكان سؤال شامل ممكن تجيب في امتحان سؤال شامل بس اعتمد اذا كانت اسئله طويله ويعني مخافه الوقت يعني ممكن ما يجيب سؤال شامل حسب انا ساعتين امتحان بس ساعتين امتحان حكيت ساعتين
ساعتين شغل، شو التوجه العام؟ للرحمة ولا للتخفيف ولا؟ سهلة 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 جدا والله. يعني هو بيقضي نوعا اوكي ثاني بسير اجمع يعني فيها من ال يعني في شغلات هتفكر فيها، في شغلات راح اشوفها بوجه عجبني فلاده ومحمد شاكر راح اشوفها هاي الشغلات، لكن عموما هي الاسئلة مهما كانت تبعد هي سهلة صراحة. واللي اذا ركز على الفيجن اللي معك فيه عندي اللينك راح اياه راح الطلاب بعد اياه كل من الطلاب يرفعوا على اليوتيوب شيء، فهذا شو نشوف بتاع جيتا اذا مناسب وقتين مناسب ان شاء الله نشوفها. شوف طريقه الاسئله الطلاب عادي يستفادوا من الفيجن نسويها، لان اعطيك الفيجن يعني نسوي الفيجن بعرف شو تسوي بعرف يعني عشان اوكي. فيعني هاي النهايه النقاط اللي راح تكون مفيده ايضا بالمناسبة وبالإضافة للروجين عند كل الصيادات اللي أخذناها الأمور ما هي صعبة إن شاء الله، بالعكس الأمور إن شاء الله سهلة. طيب فهذه ثلاث أنواع لاستخلاص الري من التريد. طيب آخر نوع سيرش كوشنز حكيت لكم إلا ما أعرف سيرش كوشنز من الأمور هذه. آخر موضوع يعني لسه الختام ننهي فيه مادتنا كاملة هي اخت الباينري سيرش تري، نفس نتكلم عن نفس المنوال عندنا انه في الريز وكيف نستخرج التريز والى اخره. عندنا شغله نسميها برايورتي تشيك. فايش الحاله الاولويه؟ البرايورتي تشيك اللي هي يعني عندك شجره ما تتبع قوانين الباينري تري وانما تتبع برايورتيز. اوكي اولويات موجوده في الجوريزم. فعندك برايورتي تشيك وهذا مرجح يجيك سؤال يعني برايورتي تشيك لازم تعرف ايش يعني. كويو ولا ولا تشيك؟ أو تشيك أو كيو، تشيك أو كيو. برايورتي تشيك يعني إنك تشيك البرايورتي أو برايورتي كيو يعني طلعت اللستة. في برايورتي تشيك أو برايورتي كيو. بس كلمة برايورتي كيو أو تشيك مهمة تفهمها إيش تعني؟ لأنه احتمال وارد إنه هذا يجيك سؤال يعني ما تبغى تشوف شيء، شيء فراغ أو شيء يعني يتأكد إنه تفهم مصطلح هذا. فبرايورتي كيو كلت إلمنتس إيش أو فيش هذا البرايورتي. اوكي تجمع الاليمنتس من الشيء لكنه في اولويات. طيب طبعا في عندنا انواع من البرايورتي كيوز. انواع النوع الوحيد اللي راح ناخذه هو الهيب. انزين كودينج كود على الباينري سيرش تري وعلى الهيب تري ما راح يجيب كود. اوكي انا حكيت لك الكود مهم في الداتا ستراكشر الا ما يجيب كود في الداتا ستراكشر تمام. بلس عندنا الكيرجن لا زال قائم وعندنا الانهرتنس لا زال قائم اللي هم قبل لا زالوا قائمات يعني الكود ايضا قائم منهم وايضا الكود حق الديتا ستراكشر ما عدا اللي استثنيته ما عدا ايش اللي استثنيته؟ استثنيته من الامبلمنتيشن يعني مثلا حكينا اللينك ليست انت اللينك ليست مطالب فيها وجاك عندك بروجكت على اللينك ليست ها هذا مطالب فيه نوع البروجكت هذا مطالب فيه حل البروجكت هذا مطالب فيه ولو جاك شيء في الامتحان زي كذا انت مطالب فيها لكن امبلمنتنج ايش يعني امبلمنتنج؟ يعني تصنع من صفر ما تستدعي يعني انت تصنع بايدك موجود عندنا امثله في الصادات هذا مش مطلوب منك يعني ما مطلوب منك تصنع من صفر بايدك اما تستدعين اللايبرري وتستخدم لاعب مطارف اوكي بموضوع الباينري سيرش تري والهيب تري اللي راح نشوفه الان الكودينج ما راح اجيب لكن راح اجيب الالجوريزمز اللي شفنا حلها في الداتا واللي راح نشوفها الان. طيب الهيب ايش يعني هيب؟ هيبس يعني كتلة هيب يعني كتلة. طيب الهيب تختلف شوية عن الباينري. الباينري دائما حكينا الباينري يكون دائما كل نود يكون في يا مينيمم واحد بعض الحين فرض انه يكون عندنا واحد لانه كثير على الراي ما بعض الحين مش ماثر كلام كنترول بس ماكسيمم نعم تو جلدن ماكسيمم لكن الفرق هذا ايضا الهيب ايضا ماكسيمم تو يعني هو زي الباينري بس الفرق الشاسع بينهم انه في الباينري اللي شفنا في عندنا بونس وفي شفنا عندنا انبونس تري يعني ممكن يكون عندك تري من جهه واحده تقريبا معظمها ولا زال باينري لكن انبونس تري مش كويسه بس يعني موجوده فعلا ما فيها مشكله وفي عندنا بونس تري اللي هي تقريبا اعتاد تكون نفس الجنريشنز ها وتقريبا اعداد النودز متساويه فالهيب تري هذا شرط ما في عندي انبالانس هيب تري
الشرط لازم تكون بالانسد تقريبا تقريبا حسب الاراي، بس تقريبا لازم تكون بالانسد. ولهذا راح نشوف الان كيف نرتب العناصر. طيب شكرا. فعندك الشرطين الاساسيات حتى يكون عندك في هذا يعني النظري، هذا ايضا مطالبه فيه هذا النظري، يعني هل فهم ايش عندي مطالبه فيه. الشرط اللي حتى يكون عندك الهي البروبرتيز تاعها خصائصها البروبرتيز تاعها it is almost complete، يعني الاقسام النهائيه موجوده تقريبا كامله مفهوم او كامله او تقريبا كامله اذا ما قدرت منها. The tree fulfills the heap property. Each heap property almost stores values that are at most as large as the value of the null. يعني of the child of the descendant the child. إيش تعني؟ إحنا ما حكينا في binary search tree دائما حكينا the left أصغر من the root والright أكبر من the root. في the heap tree the root أصغر من the descendant. خلاص. Okay. هذا الشرط الثاني. هذا الهيب بروبرتي الروت هذا دائما اصغر من هذول. اوكي هذول ما مهم اي جهه حسب ما يجي في الاراي ما مهم اي جهه، لكن لازم يكون الروت اصغر من الديسندنتس يعني معناته اكبر رقم في الاراي او اسفل شيء راح يكون اكبر قيمه موجوده في الانسيس. خلينا ناخذ مثال قبل. اوكي طيب فهذه البروبرتي الاولى از اولموست كومبليت. لا يعني اذا هذول مسين هذول مش مسين فهي شوف راح تبدا طبعا من فوق بعدين تعبي هذول بعدين تعبي الجنريشن اللي بعده بعدين تعبي من اليسار تعبي من اليسار الى ان يعني تصل قد ما تصل. لكن لو مثلا لو عندي ايتم زياده وانا اخذ ايتم زياده خليه هنا الايتم زياده الباينري سيرش تري اذا ما كان بالانس مش شرط ممكن اكمل هنا اكمل هنا تحت ممكن عادي باينري يا اما تكون لكن هو ماشي الامور عادي واضح. هذا الفرق الاساسي ما بين الاثنين. لكن هذا شرط، لكن لازم ما في الشرط الثاني واللي هو طيب لو القيمه اللي بعدها هي اصغر قيمه موجوده ايه معناته هنا لازم شويه اعدل حتى اضيفها. بس اشوف كيف حتى اضيف العنصر الزياده لازم ما نعمل شرط ثاني، الشرط الثاني يقول لك انه الروت اصغر وكل ما زلنا كبرت القيمه. نعم فاذا هذا الشرط ما فعل لازم عاد شوي اعدل حتى اضبط الامور. اوكي فهو بس بالنهايه هنا الايتم الزياده لازم اخليه. طيب يعني هي من اليسار لليمين اوكي بشرط انه ما يختلف عندك القانون الاول اللي هو دائما الروت اكبر او القانون الثاني. طيب فلاحظ هذا القانون الثاني اللي هو لاحظ دائما القيمة على الروت أصغر. كيف عند المين عشرين؟ بشوف هالأمر مهم، هذول مهمة. المهم يعني مش مهم هذول ايش يكونوا، المهم أكبر من هذا. أوكي؟ يعني ممكن تكون ال 75 يمين أو ممكن تكون بالضبط، بيكون بالعكس. أوكي؟ ما دام هم أكبر من الروت. ها؟ تلاحظ هنا أيضا كل القيم اللي موجودة تحت أكبر من هذا. طبعا انا بتعامل مع الروت الاول بعدين بتعامل مع الروت الثاني على النظام مزبوط. نعم. يعني خلص فرق من ال 20 هروح للي بعد 75 هتعامل معه على اساس روت جديد. اي روت جديد طبعا نفس مبدا الباينري هذا روت جديد، لكن من وتبنيها راح تجي كذا واحد بشرط انه ما تنافي. اوكي خليني اشوف السبب الدفرنس. هذا السؤال يعني سؤال امتحاني ممكن جدا وارد يحكي لك ايش الدفرنس ما بين هيك. طبعا احنا هلكنا نفسنا بالباينري، طيب ايش الفرق بين الباينري 2 والهيب 3؟ الفرق اللي حكيت لك اياها اوكي الفروقات اللي حكيت لك اياها موجوده اوكي يعني قد يكون سؤال امتحاني. طيب حلو الان هذا موضوع مهم يعني احتمال وارد سؤال في الامتحان. الان عندك شفنا التري اللي شفناه قبل شويه، لكن الان مثل ما حكينا خلينا نضيف عنصر زياده. ها العنصر اللي هو 60، طبعا 60 ما راح تكون موقعه المفروض مش 60 عموما لازم يعني نضيف نود هنا بس ما يمشي مع شخص ايوه ما يمشي خلينا نحطه. اول شيء لازم نعرف وين راح نضيف عنصر. العنصر 100 في راح يضاف هنا ما اقدر اضيفه هنا مش كيفي. ها مثل ما حكينا لازم يكون عندي تسلسل واضح؟ لكن فاتفقنا موقع النيو نود لازم يكون هنا
لكن مثل ما حكى عادل انه 60 يعني اكبر من اصغر من 90 بدل. ايوه خلينا نشوف كيف بدل درجات. خلينا نشوف كيف بدل. طيب اول عنصر لاحظ اول شيء انت راح نخلي 60 هنا ال 60 راح نخليه كاول خطوه. بعد كده نقارن ما بينه وما بين النود تاعه. اذا كان النود اكبر نبدل زي ما حكينا نبدل النود. اوكي كيف صدع تسامي هسه؟ اذا كنت اخر محاضره بدي اعرف شو ليش يعني. اوكي فنبدل يصير عندنا هنا الان 60 وهنا الان 90. طيب الان نسوي مقارنه ما بين هذه وما بين هذه. ايش راح يصير؟ راح نشوف اها لا ما راح نشوف اها الان قارنا ما بين الاثنين 60 اصغر من 75 ف 60 نسوي له شفتين لفوق وال 75 تنزل محلها. لاحظ هذا دز ماتر ما دام هذا جاء من هذا الرد فاحنا متبعين المسار هذا. فنقارن الان ما بين 60 وال 20 ما في مشكله ما نقارن ابدا مع ال 84 ما له علاقه ابدا. هذا في خط ثاني ماشي ما له علاقه بهذا ابدا بهذا ماشي بهذا الخط. دائما تقارن ما بينه شو اول شيء ولا هذا شوف اول شيء وين موقع راحكم من الاعراب؟ ها؟ موقعه هنا بناء على الشرط الاول مثل ما حكينا احنا وي كونستراكت تري للتسلسل. خلينا 60 لكنه القانون الثاني ما يتماشى او مثلا احكي لك الروت لازم تكون اصغر فنمشي ايش؟ نقارن ما بينه وما بين الروت حقه ما بينه وما بين الروت حقه والى اخره نصل هو لازم اكبر قيمه تكون هي اللي تحت اصلا. طيب فاضيين اول شيء الاخر شيء اوكي فصار عندي الان 90 واضح اصغر شيء يعني اكبر شيء عفوا في هذا. هو شوف يعني شوف ولاده شكل في الالوان مهمه يعني شوف 93 هنا اكثر من 90 لكن بسيطه ما دام هم في اخر القائمه هم بينهم مهمه بينهم مهمه. المهم يكونوا اكبر من الرول تاعهم فمش كده يعني يصير اصغر شيء. ابدا الحمد لله اقارن كل الرول تاعهم بين الروت تبعه هو تمام الى ان تسال ما يهمك ترتيب ما يهمك ترتيب النهائي بس طبعا انت المربع هذا اكيد راح يكون هنا النود لازم يكون هنا ف 90 هذه عندك ما يجوز يقول هنا حكينا لازم بتسلسل لو هذا كان معبى اوريدي تبدا هنا على اليسار هنا واضح؟ ابدا من اليسار اليمين دائما اليسار اليمين تبدا من اليسار اليمين هذا معبى اوريدي فما اقدر هذا اوريدي عنده محجوز هذا اوريدي محجوز هذا مش محجوز باقي اليمين لو كان محجوز انتقل هنا على اليسار وقارن كمان من جد فلو كان هذا محجوز اضطرينا نضيف هنا بس صار هذا هو يسمح قارن هذا مع هذا يصير صحيح ها؟ يكون صحيح 60 ويكون ايوه يا سلام عليكم صح لو تكلم عن نفس المثال هنا 60 وهذا اوريدي كان محجوز في قيمه فلو خلينا 60 هنا ما راح نتعبث ولا شيء. شفت الفرق؟ شفت الفرق؟ هنا اضطرينا ما نتعبث لو كانت 60 هنا ما شفت هذا الشيء لان 60 اكبر من كل هذول. شفت التريك هذا سهل اوكي طيب ولو كان هذا 15 بدل 60 كان بدلناها مع 20 اوكي فلاحظ لو كان عندي 15 لا زالت اصغر قيمه موجوده لو كان 15 تمام طيب حلو الان نحكي لك ان احنا شفنا كيف خطو اد الالمنت الان وات اباوت ريموفينج ان الالمنت اوكي اعطاك مثال من الاخر حتى لا يقطع تساؤلات من الاخر حكى لك طيب انا ابغى اشيل الروت معناته الاساس شلته شوف ايش اللي حد محله خليه يشوف لا الان ها؟ مش اكبر منه شوي قارن اخر عنصر موجود اخر عنصر موجود شوف بالعكس احنا ما حكينا من نسوي انسيرشن نسوي انسيرشن نضيف وين ما نكمل هنا صح من نسوي ديليت نقطع اخر قيمه موجوده نفس الاضافه بس بالعكس لانه من نشيل احنا نحتاج القصاده من قصاده لقصاده حتى هاي تكون زي شجره تحب انه تزينها وتكون نفس المستوى تقص كل الاغصان اللي طالعه زائد كذا هذا حتى تسوي نفس المستوى نفس الشيء هنا من نضيف لا تضطر انك تضيف الى تكمل الشجره
بنقص منها من نسوي ريموف، تسوي ريموف من اخر شيء موجود. طيب شلنا ريموف ال 20، اخر قسم موجود كذا سايد لحاله هذا تقريبا هو هذا نقصه نجيب نندو ونخليه محل الروت. اوكي طيب حلو. الان بنجيب محل الروت نشوف للسهوله لا من منطقي اكثر. شوف لحظه هذا اكبر قيمه الان جبناها من هنا، فطبعا ما يجوز تكون هذا غير موقع صحيح يعني موقع غير صحيح فلازم بالنهايه ننزلها. طيب منطقيا يعني شوف هي هاي القيمه اصغر منها هاي القيمه اصغر منها وين ما خليتها المفروض تكون صحيحه صحيح اليمين صحيح. ايوه الان منطقيا تحكي خليها بدل 75 ولا خليها بدل 43 اصغر اصغر مش قصة اصغر لاحظ الديسندنتس التشيلدرن هذا عنده جنريشن زياده لا ما عنده جنريشن زياده معناته الالجوريثم في الكمبيوتر مش انت في النظر الكمبيوتر راح يكون حتى يسوي لك عمليه الانسيرشن اسهل لو اخذ جهه اليمين في هذا المثال. ليش؟ ما عليه اضافات لانه لو اخذ جهه اليسار واللي هي صحيحه منطقيا تمام لان 75 راح يكون اصغر ها ايش راح يصير عندك؟ راح يصير عندك لازم يصير ايش؟ لازم يصير عدل ويصير عدل. هاي مشكله الثانيه راح يصير بدل 75 راح يصير هنا 75 راح يصير اكبر من 43 تعال بدل 43 هي جائزه لكن هو ترتيب يعني تاخذ وقت. احنا دائما حكينا البرفورمنس مقيسه بالسرعه وضحت الاتفاق؟ واضحه؟ تمام؟ فمنطقيا انه راح يتبدل مع هذا بكل سهوله. طيب لو كانت عندي من البدايه قبل ما احط ال 93 في الاول كانت بالانس عندي تمام أيه. من فين بدي اجيب وحذفت انا روت اروح لل اروح لليمين ولا اروح لليسار؟ هذا كله موجود صح؟ كله كامل تشيلها بالعكس مثل ما انك راح تضيف ضيف 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 الى كلمات الشجره ترجع تقدر تضيف من هنا وهكذا نفس الشيء حتى تسوي موف من الاخر الحذف من اليمين بس الاضافه من اليسار من اليسار ممتاز جدا حتى اليمين اضاف اليسار وماشي على اليمين يعني اليسار اليمين ها واذا تحذف من اليمين لليسار. طيب فالان خلينا فصار ايوه فبدلنا ال 34 او 43 بال 93 وشفنا ليه. طيب اخر عنصر اوكي قسمناه خلي هنا وهنا كله وارد سواء بدلته هنا او بدلته هنا ما عندك مشكله لكن المشكله وين؟ بعد مشكلة وين لو بدنا أي ممتاز جدا لو بدنا هاي 39.71 مليار صحيحة هي صحيحة 93 أصغر من 71 لكن منطقيا لا يجوز ليش؟ 71 أكبر فبدل من جديد حتى تصير 55 واضحة؟ الحف دائما من اليمين حتى لو كان بالكامل ما يجوز ها دائما تبدا من اليسار ابتدي تعبي اوكي؟ طيب ديب افشنسي ضمن الاضافه المعادلات هذا مساعد غير كيف تصحح الري شوفوا هذا يعني شرحته هو هذا قمه يعني الموضوع كل من في قوانين ما يجب على الموضوع. خلصنا المادة كده. اوكي الاسبوع القادم طبعا فجوة شوفوا اللي عندنا شغلات حكيت راح اسوي لكم شيء. تحل السؤال اللي كتبته في الفيرتشوال. صح صح نحل واجب اللي ما واجب كان اكسرسايز نحله ان شاء الله بالفيرتشوال الكتروني ونحل الواجب الماضي. اللي عنده سؤال على البروجكت. فتعدد ثلاث عناصر يعني نقدر نشتغل عليها بالفيرتشوال. الاسبوع القادم فيس تو فيس يكون موجود هنا لكن ما عندي محاضره بس راح اكون واقف هنا اللي عنده اي سؤال معي يعني
جزء يجي معي سلايدات كل أحد إذا واحد من يشتغل على سلايد أو اللي عنده شرح شرحه مباشرة أو اللي عنده راح يجيب سلايدات اللي عنده أي سؤال كتير والله سلايد فلاني شفت فلاني بدخل عليه أوكي فأكون موجود هنا ما عندي أي شيء جديد بس راح أكون موجود حتى في العقول ما راح أكون موجود اللي عنده أي سؤال في الخارج next week virtual راح أكون موجود virtual اللي عنده أي سؤال عن الامتحان غير كده ما حكيت لكم عندي لينك جاهز على الريفيجن رفع لكم اياه فحتى تشوفوه بالاسبوع هذا معناته ما عندك عذر ما شاء الله عندك وقت كافي وافي للريفيجن للماده دي والمواد الثانيه تمام شتت معاه وشتت مع الرساله ما بشتت لا إذا في مثلا حكيت لك يعني ممكن السنه الماضيه يمكن انا دخلت شغال ما دخلت معاه او بالعكس ما افضل اذا هذه الكيس موجوده انا راح اشوف قبل ما اعطيك اللينك راح اشوفها إذا في هالاختلافات مثل ما حكيت لك قبل دخلت كل ما دخلت معك ما بالعكس بس من الفعل الكلية أحكي لك مع مراعاة النقاط التالية واحنا ثلاثة أربعة أوكي ما في شيء ميجر محدود لكن مثل ما حكيت لك الكودينج داخل معانا فقط الريكورجن والإنهرتنس والديتا ستراكشر ما عدا الباينريز وما عدا الإمبلمنتيشنز أوكي يعني شفت الفروقات تمام؟ حد سؤال؟ طيب بس كان بسرعه على التسليم كم طلبات